السلام عليكم انا هي ديك السيده اللي كنت خدامه عند دار افقير اللي كان وقع لي عندهم مشكل ديال الاغتصاب بديت حط عليا جنويه انا خفت كنت باقا صغيره عندي 13 عام مشيت معاه من بعد ملي رجعت للغدي قالت لي مدام افقير فين كنتي قلت لها كنت بايسة عند صاحبتي صافي هي تقول لي صافي دخلي ملي قالت لي بنت افقير اعطيني الدراري قلت لها انا لا غادي نديهم لدارنا التازي حيت هما اللي جابوني عندكم يتحملوا المسؤوليه صافي وهي تقول لي هاك واحد الكاس ديال اتاي مني شربت ونعس هي ديك حتى ستة الصباح حتى كنجي عند عائلة افقير كيقولوا لي سيري في كيجري عليا الكونسيرت يقول لي سيري أش بغيتي دير غيدير لك شي مشكل السلام عليكم أنا هي ديك السيدة اللي كنت خدامة عند دار أفقير اللي كان وقع لي عندهم مشكل ديال الاغتصاب كانت مزيانة زعما ماشي زعما شي حاجة مزيانة توقع لي الاغتصاب عاد كانوا بخير عجبوني الواليد والسنسار ممتازه باش نخدم عندهم في الدار من يخرجوا من الاعتقال خدمت عندهم ما بين 93 94 ايوا <applause> وقع لي مشكل عندهم صفتني مدام أفقر نجيب الخبز مابيلة حدا واحد مخبزه حدا مابيلة مني شتني واحد خينا حط عليا جنويه داني لاف مع التمنيه الليل ايوا حط عليا جنويه انا خفت كنت باقا صغيره عندي 13 عام مشيت معاه من بعد ملي رجعت للغد اللي قالت لي مدام أفقر فين كنتي قلت كنت بايسه عند صاحبتي صافي هي تقول لي صافي دخلي حتى بنت كرشي بكرشي بقاو كيتبعوا ليا عنده واحد الطيب ديالهم خاص ديال العائله صافي من بعد بقاو كيتبعوا ليا حتى الموعد ديال الولاده مشيت ولدت في السبيطار ديال بنو سينا ولدت جوج ولاد توام من بعد صافي جلست تقريبا شي يومين تما من بعد جيت للدار من عندهم للدار صافي عادي كيتعاملوا معايا مزيان وديك الشيء وهي تقول لي مدى بنت الجينيرال مني قالت لي بنت اوفقير اعطيني الدراري قلت لها انا لا غادي نديهم لدارنا لتازا حيت هما اللي جابوني عندكم يتحملوا المسؤوليه صافي وهي تقول لي هاك واحد الكاس ديال اتاي يشربوا مني شربتو نعس هي حتى الصباح بنت اوفقير والطباخه اللي كانت معاهم هما اللي داو ليا الدراري نعس الصبح لقيت التوام ديالتي ما كاينينش صافي بقيت كنبكي وداك الشيء تخرج مرت الجينيرال وهي تقول لي مهم صافي انا بقيت كنبكي وداك الشيء تقولي لي واحد الخدامه كانت معايا تقولي لي صافي سكتي سكتي انت راه نفيسه غادي تموتي ما يمكن تبكي صافي وانا نسكت ما لقيت فين نمشي مشيت عند اختها اللي هي الخت بنت الجينيرال مدام افقي اختها مشيت عندها وهي تقول لها مدام افقي قالت لي علاش دخلتي انت عرفتي دي اللي هاد الدراري وانت تدخلي قالت لها ما سمعتها ومنين قالوا لها قالت لها اه سمعتها حيت كانت دخلت عندنا للدار عند اختها قالت لي حنا عارفين عرفتي دير لها الدري وانت دخلتي قالت لي اختها ما نخرج البنت باقا صغيره وزوينه غياكل الدياب الذئاب قالت لها قلت لك خرجها دبر لي عند واحد الطبيب الطبيب معروف في البلاد راه هو اللي كيقري الاساسي دا في السويس السويس خدمت عندهم بقيت خدامه عند عباد الله فابور تقريبا خمسه ديال الديور وانا كنخدم عندهم فابور واخا خدامه عند هاد الطبيب هذا كنجي عند عائله اوفقر كيقول لي سيري في حالات كيجري كي عليا الكونسيت يقول لي سيري اش بغيتي ديري غيديروا لك شي مشكل صافي كنبقى نبكي وكنرجع بقيت خدامه عند عباد الله غير هيداك فابور تا خدمت عند واحد النصار هما اللي تهلاو فيا وخلصوني داك خمسه ديال الديور مغاربه ما حتى واحد ما عطاني شي ريال صافي والديا كانت انا ميتة عام ما مشيتش وانا راه قحية حيه هو يقول لي الوالد راه مشيت انا وقتل مدام افقر فينا هي بنتي قالت راه هربت ما كاينه زعما هربت ويقول لها با ما يمكنش البنت تاع حنا مربينا صافي بقيت عند عباد الله كنخدم حتى ال... حتى لدابا وانا خدامه خد كنت تتعامل عادي معايا ماشي بحال اليامات الاخرى كتعامل معايا عادي صافي بقات كتفرح بالدراري وشرات ليهم السل وكلشي ودوشات ليهم وكلشي وانا كتسحاب لي غير دايرين خير هما راه الله شنو حاسبين من آه في راسهم شوف العام ماشي ما بين 93 و 94, 94 ما عقلاش كانت عندي 13 عام في عمري ما عقلاش المهم ما بين 93 و 94 فاش ولدتي اه فاش ولدت صافي <applause> بقيت تقريبا اي في الزنقه وداك الشيء كنخدم عند عباد الله شي كيعطيني الفلوس ما تيعطينيش هاد آه الناس دمروا لي حياتي ما نكذبش عليك عائلة أفقر دمرت لي حياتي واش داو ليا الدراري داك الساعة مني الدراري يديوني تا أنا عشي خرجوني الزنقة خرجوني الزنقة وأنا نفيسة باقي يلا والدة الدراري بعشر أيام ولد جوج ولد ذكورة وداوهم لي لقاهم ساهلين مالين وعاد التهديدات اللي كانوا كيجيو عندي عليا وعاد بزاف د الحوايج انا كنت خايفه منه وعدم مشيت عند البوليس من ذلك الوقت جراو عليا قالوا انت باقا صغيره مشيت عند واحد وكيل الملك هو يقول لي انت فاش خدامه قلت لهم فهم هو يجري عليا حتى ما عندوش الحق تشي واحد ما ساعدني ما فهمتش علاش يعني انا راه وجهي باين علاش غادي نخاف منهم وعباد الله حتى هما خافوا منهم من المغاربه تشي واحد ما ساندني حتى واحد ما كيعاونني كي بشي حاجه ما بغيت والو انا بغاهم يعاونوني باش يديروا ليا محامي باش يمشي معايا للارشيف